أردوغان رفض الإهانة وطلب حاملة طائرات ومواطن تركي يطعن في القدس. غزة تدفع تركيا إلى أزمة كبرى مع بريطانيا. القصة بدأت مع عقدة أسطول الحرية. بدأت إسرائيل بإهانة الأتراك، وانتهى الأمر بعدم استطاعة بلد في حجم تركيا أن يصل إلى غزة أو يؤمن لهم الطعام. هنا أصبح قرار امتلاك حاملة طائرات جزءا من منظومة تضمن حماية سفن مدنية تكسر الحصار عن غزة. بدأت مع أسطول الحرية ومنع نقل المساعدات بحرا نحو القطاع المحتل والنازف في طوفان الأقصى. والآن قررت تركيا إنشاء حاملة طائراتها من وزن 60,000 طن للخروج من دائرة الإهانة الإسرائيلية. فعدم تمكين تركيا من إطعام المسلمين في غزة، وهي بثقلها التاريخي في المنطقة، خلق تصدعا وصدعا جعل أردوغان يحس بالإهانة، وطلب شراء حاملة طائرات فورا لإنجاز المهمة مع شعب وصل بعض عناصره أن يشاركوا في طوفان الأقصى. مواطن تركي يطعن جنديا في المدينة المقدسة القدس. دخل الأتراك السرية الكاملة، لكن القصة كما تريدها ديفنس إكسبرس الأوكرانية تطرح صعوبة في الوصول إلى حاملة طائرات تركية تتبع سفنا وتضمن وصولها إلى النقط التي يريدها الساسة. ففي فبراير شباط 2021 وسائل الإعلام وخصوصا نوفا نيوز أكدت أن تركيا في 2020 فاوضت بريطانيا من أجل شراء حاملة طائرات بشكل فوري، وطلب الأتراك شراء آخر حاملة طائرات كوين إليزابيث أو حاملة طائرات من المستودع. ورفض البريطانيون النقطتين معا وقبلوا أن يشاركوا الأتراك في بناء حاملة طائرات ما دام أردوغان مصمما كي يقيد استخدامها ضد إسرائيل. الأتراك راغبوا في تجاوز أناديلو، وهو السقف المسموح به تصنيعيا من الناتو لتركيا، أو جلب شريك كبريطانيا لخطوة حاملة الطائرات. حرب غزة الأخيرة فرضت التسريع في هذا الورش لكرامة تركيا، وقد دخل أردوغان في الخطوة العملية. تقول نوفا نيوز يوم 24 نيسان أبريل 2024 الصحفيون فعلا دخلوا إلى الحوض الصناعي لإسطنبول إعلانا للبدء في هذا الورش، وبشكل يقصي تماما بريطانيا. هنا أشعلت إسرائيل حنقها ونارها ضد أردوغان. 60,000 طن، 50 طائرة، 20 منها على الجسر مستعدة فورا للطيران، الطيران القتالي المهاجم. والأهم أن تكون طائرة قآن الجيل الخامس ضمن هذه الخطاط. تلك هي القصة التي تقض مجرى أمريكا قبل إسرائيل. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أوكرانيا تطلب أن تكون جزءا من مهمة تركيا بشأن حاملة الطائرات التي قررتها على وجه التحديد أنقرة في مواجهة إسرائيل. أوكرانيا كما هو معلوم تحت قيادة اليهودي أيضا زيلينسكي، هو يريد أن يكون جزءا من مشاريع تركيا، وهذا أمر معروف. رغم التصعيد الذي ما بين تركيا وما بين إسرائيل، أوكرانيا دائما إلى جانب تركيا، كما تركيا إلى جانب أوكرانيا في حقها المشروع، لأن الأمر لا يختلف ما بين شعب أوكراني يريد الحرية ويريد كامل أراضيه تماما كالشعب الفلسطيني، أيضا له معركته الاستقلالية
من أجل أن تكون له الدولة. إذا مهم جدا بالنسبة لأردوغان أنه يدير العملية من مبدأ أخلاقي ليس متهم بالازدواجية، وهذا أمر هام جدا، إذ أنه ضد الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الروسي أيضا. لكن في نفس الآن هو يحاول أن يساير أهداف الاستراتيجية لبوتين ضد أمريكا، وهذا أمر لا يناقشه بقدر ما يعمل عليه استراتيجيا، خصوصا بالنسبة للبحر الأسود. وسقوط البحر الأسود من معادلة أمريكا والنيتو سببت إشكالا كبيرا جدا بالنسبة لموقع وتموقع أردوغان. وأردوغان كما هو معلوم الآن يحاول أن يكون أخلاقيا قبل أن يكون براغماتيا، رغم ما ينظره الغرب إلى براغماتيته بخصوص اللعب على هذه النقطة، رغم أنه غير متهم بأي ازدواجية تجاه القانون الدولي، وهذا هو المهم في كل ما يجري. على أي لدينا في هذه النقطة على وجه التحديد بشأن المفاوضات التي تعثرت وانتهت إلى أزمة كبرى ما بين لندن وأنقرة بخصوص حاملة الطائرات، فقد طالب الأتراك بشراء كوين إليزابيث تحت أي بند مالي. مهم جدا بالنسبة على الأقل لتركيا أن بحاملة الطائرات يمكن أن تعود أكثر قوة إلى المعادلة. لن يستطيع أحد بفعل حاملة الطائرات أن يوقف سفنا إنسانية تجاه شعب غزة. هنا كان واضحا جدا أن مسألة حاملة الطائرات أصبحت استراتيجية، استراتيجية تجاه ليبيا وتواجد تركي محتمل طويل الأمد على الأقل حسب الوعد. لكن بالنسبة لأردوغان هو يريد أن يبقى لدعم الوطن الأزرق، وأهم ما في الوطن الأزرق حسم القضية القبرصية، وليس بالضرورة الوصول إلى أفريقيا. إذن لدينا هذه النقطة على وجه التحديد، ولدينا نقطة أكثر أهمية بخصوص الرؤية التي يعتمد عليها الآن، وهو الذي يبعد بشكل كامل. أردوغان يبعد من الشرق الأوسط، رغم أن حماس حليفته تضعه وتضع تركيا ضمن الدول الضامنة إلى جانب روسيا، وأمريكا لا تريد سماع هذه النقط على وجه التحديد، بل يستطيع الأمريكي أن يرضخ لمقترحات تسمى مصرية وتمرر على أساس أنها سخية بلغة بلينكن حول مبادرة لوقف إطلاق النار، كلها مصرية وهي سخية بلغة الأمريكيين، وكل هذا من أجل الوصول إلى إعطاء مصر الجزء الرئيس من المعادلة. في نفس الآن فإن هذا الوضع في غزة على وجه التحديد ومحاولة تمكين مصر من هذا النطاق الجيوسياسي على أقل تقدير، فإن مجرد تحريك الرقم المصري فهو إبعاد للتركي، وهذا هو الأهم. بالنسبة اليوم لنتنياهو كان واضحا بأن الانسحاب المطلق، يعني انسحاب قد يكون مشروطا ولكن الانسحاب المطلق من قطاع غزة يرفضه بشكل كامل. ما هو إذن لعبة الانسحاب المطلق؟ مهم جدا هنا البحر والجو وتسليم البر لأهله كما كانوا في وقت سابق، يعني أن يكون هذا الوضع مدعاة بشكل مباشر نحو رفع الحصار البحري والجوي عن غزة، هذا لن يكون. لذلك فالانسحاب المطلق هذا المقصود منه تماما، ولذلك فنتنياهو يعرف جيدا كيف يتحدث الآن، رغم أن الاتفاق يراه على الأقل بفرص ضئيلة، لأن المهم بالنسبة إليه وبعد لقائه مع بن غفير لا يريد أن يكون الرفض منه ومن طرفه،
وستكون المفاجأة إن قبلت حماس على أساس الانسحاب، والانسحاب أن يكون على الأقل بريا 100% وأن يكون على صعيد البحر بتفاهم مع الأمريكيين بعد انطلاق الميناء والبدء في هذه الليلة، البدء في إنشائه. فكل هذه المدة والآن تقرر إنشاؤه، لأن قرار إسرائيل بالانسحاب غير المطلق، هذا لا يهم، لكن بالنسبة على العموم للانسحاب بالعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر أصبح أمرا عاديا جدا في المفاوضات. لنرى بوضوح أمر أعمار غزة وأيضا بنائها إلى آخره، كل هذا سيكون له بعده الخاص عندما سنجد أن حماس وفتح هناك في بيجين، وورقة بيجين تلعب من أجل التسريع في الدولة الفلسطينية، ما دام أن خليل الحية هو الذي يشرف على المفاوضات وهو الذي أعلن الدولة على حدود 67. هذا كله معناه أننا أمام تحول كبير، هذا التحول هو الوصول بسقف الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود نهاية أيار مايو لأكثر من بلد أوروبي، وهنا سنأتي إلى العد العكسي لهذه الدولة. الدولة أصبحت جزءا من المستقبل، الدولة الفلسطينية جزءا من المستقبل، إن استوعب على وجه التحديد قادة فتح وحماس هذه الفرصة التاريخية، لأنها فرصة غير مسبوقة منذ 48، كما قال بلينكين نفسه هذه الأزمة لم تحدث من 48 900 ألف وإلى الآن، بمعنى أننا عدنا إلى خارطة 1948، لا أحد يتحدث عن 67 وعن 73 تكتيكي إلى آخره، كل هذا أمر منتهي، لقد عادت الخارطة إلى دولة يهودية وعربية فلسطينية في هذه المنطقة. إذن هذه الأزمة الخطيرة للغاية هي التي ترى على الأقل الصين بأنها ستكون مدعاة الدولة. هنا يحضر تماما الأتراك، الأتراك عندما يذكر الأمريكي أننا عدنا إلى ما قبل 1948، فقد عدنا في واقع الأمر إلى بريطانيا، وبريطانيا إلى ما قبل الاستعمار البريطاني، وبالتالي فإننا نعود إلى موقع تركيا. موقع تركيا اليوم يرسم، هذا هو الطريق الذي يريد من خلاله الآن وقبل السنتين أن تكون تركيا قادرة على تأمين كسر الحظر البحري على غزة وبشكل عادي للغاية، يعني أن أمر الكسر، قوة كسر الحصار البحري عن غزة، هذا أمر متوقع مع حضور حاملة الطائرات. إذن مثل هذا التصور الاستراتيجي هو الذي أعطى أسئلة عديدة بخصوص أن يكون لإسرائيل مراقبة جوية، هذا مهم جدا، إسقاط بند ألا تراقب إسرائيل القطاع، هذا كله يعني الشيء الواحد والأساسي بأن إمكانية الوصول إلى السيادة الكاملة جوا هذا أيضا له بعده، لكن المهم هو الوصول إلى ألا تكون لأمريكا هذه المنشأة في داخل غزة، لأن هذا سيكون له ما بعده، وهذا قد يساعد أولا الروسي من تحت الطاولة لإنشاء تركيا لهذه الحاملة، إن هذه الحاملة سيكون لها دور في البحر الأسود وفي البحر الأبيض المتوسط. لذلك فهناك حسابات أهمها لدى أردوغان، أن حاملة الطائرات ستضمن كسر الحصار البحري على غزة، وقد تأخر الأتراك في هذا، لكن سيرورة الاستقلال الدفاعي عن الغرب كانت معركة طويلة ولا بد أن تأخذ وقتها، والآن وصل أردوغان إلى هذه المرحلة، هكذا يقول تماما لهنية، المسألة تأخذ وقتا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.